بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معاكم أخوكم علي الزاير. في المقطع اليوم راح أوريكم طريقة الاستفادة من ميدي إنسرت اللي موجود معاي هنا في صناعة أربيج إلى هذه السترينجات اللي أنا حطيتها للتجربة. طبعا هذه السترينجات اللي أنا حطيتها هي تشيلو تبع مكتبة الأيكونيكا، مكتبة ممتازة أنا أعتمد عليها في شغلي. اللي عملته الآن اللي حطيت A minor G F E minor كوردات عادية جدا عشان نشوف التجربة، وكررت هذا التراك إلى 4 خطوط. كل خط أنا راح أختار إلى خلطة معينة، وبالنتيجة هما راح يعطوني الرسمة أو الأربيج اللي أنا أبغاه. جميع التراكات هذه حاليا هي على طبقة واحدة، فمن الأشياء اللي راح أنا أغيرها هي الطبقات. برضو راح أختار الأربيج. هنا عندي الأربيج 5 أو الأربيج SX. حاليا أنا ما أبغى أعقد الأمور، فراح أختار السهل هذا الأربيج 5، ونسمع الآن الأربيج اللي موجود عندي. طبعا بشكل هذا الأربيج جدا سريع، وانا ما ابغى هذه السرعة، فراح اختار 1/8. الخيارات اللي عندك هنا هي تتعلق بطريقة عمل الأربيج. في البداية نورمال او انفيرت معكوس او اونلي اب، فراح اختار راندوم. هنا هو ملتزم بال 12 درجة اللي هو فيها، ممكن لو حبيته يعمل برضو صعود. نسمعه. هو راح يعمل الصعود هذا بشكل عشوائي على حسب النكهة اللي انت تبغاها. انا راح اخليه 24 علشان فقط يصعد لي اوكتاف واحد. بجي لهذا واقول له برضو اربيج، لكن اغير الاوكتاف حقه. نفس التراك هذا راح يبدأ من الاوكتاف العالي، واجي هنا اختار مثلا 1/4 علشان يكون حركته اقل. بعدين راح اشغلهم مع بعض، ولكن حاليا ابغى اسمعهم كل واحد لوحده. انت هناك حطيته راندوم، هنا انا بخليه هذا الخيار. طبعا انت تقدر تختار من هنا الشيء اللي تبغاه مباشرة. راح اخليه نورمال اب اند داون، يعني صعود نزول بالشكل هذا. طبعا هذه اللينث لو كان انت الصوت هذا مش استكات، استكات يضرب ضربة واحدة، لكن لما يكون مش استكات يعني حاجة ممتدة مثلا البيانو، لما يمتد البيانو يعطيك مجال الى انه يمتد زيادة ما يقفل عليه، على حسب الطول اللي انت تبغاه. هنا هذه ما راح نستفيد منها طالما احنا نستخدم الاستكات اللي هو مجرد ضغطة واحدة. فاسمعه مع الاول. طيب الان اجي الى الخط الثالث وانزل بالاوكتاف تحت، اجي الى هذا، لكن في هذا انا راح اختار طريقة هذه علشان اعمل ايقاع وكأن درامز مثلا بالشكل هذا. يعني انا هنا ارسم الشغلة اللي ابغاها. اسمعها واجرب. الآن نجي نسمع نشوف.
اجي الى الرابح هذا واشوف ايش ممكن برضو اعمل منه خلطه. يعني طريقه الحركه حقت هذا الاربيج تاثر بشكل كبير، فراح اختار هذا 1/2 بالشكل هذا ونشوف. يعني فكرة شباب جدا سهلة بسيطة، الغرض منها انك انت بهذه الاشياء البسيطة اللي موجودة معاك قدرت تحقق اربيج ثقيل بآلة السترينج اللي احنا نسميها هنا الستكاتو. هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.